عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. ثالث المركز الثالث كان من نصيب مورخ ما قصر الزرعي علي بن سعيد بن سالم الزرعي مع مورخ في المركز الثالث. وفي المركز الرابع التوقيت المركز الأول 12 دقيقة 59 دقيقة من الثواني. تهنينا والناموس لك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التهنية الكبيرة للمالكي هداد حمود بن محمد بالحوت العامري. وفي المركز الثاني كان من نصيب سعادة حميد بن سعيد النيادي التوقيت 12 دقيقة 51 العويس سعادة حميد بن سعيد النيادي. وفي المركز الثالث مورخ علي بن سعيد بن سالم الزرعي 12 دقيقة. وهذه الشاشة واضحة 51 وجزئين من الثواني. وفي المركز الرابع كان ايضا يستاهل التهاني كان من نصيب من حاش اللي ما قصر محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الغفلي. بيض الله وجهك يا بالشاوي ويا الغفلي على من حاش فوزه بالمركز الرابع. وفي خامس الاسماء كان من نصيب المركز الخامس. هذه الشاشة واضحة ما شاء الله دخول قوي ورائع ومميز. هذه لحظات الإعادة من مخرجنا وبرج المراقبة والنهاية دائما يرصد هذا التدخل الرائع. يوف بن أحمد بن معيوف الكدش العامري عزام خامس الأسماء ما شاء الله. القعادين متقاربة جدا من بعض البعض. تهانينا والناموس على هذا الفوز والناموس. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء سعد الله صباحكم جميعا. يتواصل العطاء واللقاء ينطلق شوطنا الثامن للقعدان الثنايا المهجنات الأصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. 8 كيلو متر رحلة هذه الأشواط حيث من تتابعون عبر قناة ياس الرياضية. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لنجد من يتقدم الجميع. غازي جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري من يأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني يأتينا نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري من ينطلق ويقدم لنا نجد مع المركز الثاني. ثالث المراكز يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث هنا ينطلق بهذا التقدم الممتاز. هناك الوصول والتقدم الممتاز من ياتي وحيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي من ياتي ويقدم لنا هذا الاسم لوحيشان محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع ايهم الشريقي بن محمد الكتبي من يقدم لنا ايهم محتل مع المركز الرابع. خامس المراكز ريبال حارب بن بخير حارب هنا بن مغير بن سالم العميمي من يتقدم مباشرة محتلا مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز من يأتي مباشرة الطبيب تعود الملكية لسعيد بن محمد بن مبارك الخيلي من يقدم لنا هذا الاسم والشعار والانطلاق. رمز راشد بن سعيد بن عمر الشامسي ينطلق مباشرة ويحتل مع المركز السابع. وفي ثامن المراكز يأتي مشاهدين الكرام من الجانب الآخر اللي هو الصداوي محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا مشاهدين الكرام الوصول مع المركز التاسع. وفي تاسع المراكز من الجانب الآخر اللي غير من مركز إلى مركز باحث عن ناموس هذا الشوط القعدان المهجنات الأصايل. يتقدم مباشرة ظبيان راشد بن طالب بن شريم المري ومن الجانب الآخر يأتينا مشاهدين الكرام وينطلق بهذا التقدم ملف في خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام للعشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية ميدان الوثبة. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى الصدارة من يتقدم بهذا التقدم الممتاز في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. غازي تعود الملكية لجابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري من يقدم لنا غازي مع المركز الأول منطلقا بهذا التقدم الممتاز وبهذا المسار الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني
نشوف اللي في المركز الثاني. ياتينا مشاهدينا الكرام نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري محتل مع المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق وحيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان يتقدم ويقدم لنا وحيشان مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع ملفي خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي ينطلق مباشرة ويحتل المركز الرابع. خامس المراكز مجد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي ياتي مباشرة ويحتل المركز الخامس. وفي سادس المراكز ريبال حارب بن مغير بن سالم العميمي يتقدم مباشرة مع المركز السادس. وفي سابع المراكز من الجانب الآخر ينطلق مباشرة مطفي مبارك بن حمد بلقرين العامري أول إذاعة المطفي ياتي مع المركز السابع. ثامن المراكز رمز راشد بن سعيد بن عمر الشامسي ينطلق مباشرة. رمز اللي في المركز التاسع يصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. هناك جدير منصور بن صالح بن علي الحميري وأيضا القادم هناك الصداوي محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، هكذا النتيجة لهذا التقدم. وهناك أيضا اللي هو ياتي الصداوي محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا نتيجتنا والنداء مشاهدين الكرام الثاني للعشر الأوائل من تزين أرضية هذا الميدان. ولكن غازي مع المقدمة، غازي ما زال يغزو المركز الأول ينطلق بتقدم ممتاز مشاهدين الكرام. جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول في مقدمة هذا الشوط. وين الموقع ان سألتم؟ الأربعة كيلومتر انتصفنا المسافة مشاهدين الكرام. نعود إلى المقدمة مع غازي، تعود ملكية جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني اللي في المركز الثاني من ياتي مشاهدين الكرام مع المركز الثاني في هذه اللحظات يحتل المركز الثاني بانطلاق ممتاز. هناك ملفي تعود الملكية مشاهدين الكرام. الخليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي من يقدم لنا ملفي مع المركز الثاني. المركز الثالث وحيشان تعود ملكيته مشاهدين الكرام. من يقدم لنا وحيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العقمي مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز مشاهدينا الكرام نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري ينطلق مباشرة. وهناك أيضا الواصل شهلول بدأ يتقدم مشاهدينا الكرام. أول إذاعة لشهلول حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مشاهدينا الكرام بهذا التقدم الممتاز. والوصول أيضا ينطلق مباشرة في هذه اللحظات. بدأ يتقدم مشاهدين الكرام وياتينا هناك مجد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيلي ورمز راشد بن سعيد بن عمر الشامسي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. تعدينا مشاهدين الكرام ووصلنا إلى جسر العبور والبداية والصدارة مع غازي. غازي مع مقدمة الشوط منذ انطلاق وهو مسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثلاثة كيلومتر عن خط النهاية جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري في مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. يتقدم الجميع بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق وما زال يكمل المسار في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. باحث لناموس هذا الشوط لهذا الشعار اللي صال وقال بالإنجاز وبالنواميس. هو على المقدمة، هو على البداية. ثاني المراكز ملفي خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي من ياتي مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز مشاهدين الكرام يحتل المركز الثالث نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري. وشهلول يتقدم، شهلول تعود الملكية. من يقدم لنا شهلول بهذا الشعار؟ حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الشعار اللي صال وقال مع الذهب ومع الإنجازات ينطلق مباشرة مع المركز الرابع. خامس المراكز ياتي مشاهدينا الكرام رمز راشد بن سعيد بن عمر الشامسي ينطلق ويقدم لنا رمز مع المركز الخامس. المركز السادس ياتينا وحيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان يتقدم مباشرة بهذا التقدم. والوصول أيضا من الهفت، وصل الهفت أول إذاعة للهفت تعود الملكية. ناصر بن سهيل بن محمد العفاري بدأ يتقدم مباشرة ويحتل المركز السابع. ثامن المراكز من
ياتي هناك مجد مبارك بن خليفة بن زاهرة آلخ يلي هكذا النتيجة. الأسماء تتقدم، الشعارات تنطلق مشاهدين الكرام. ريبال حارب بن مغير بن سالم العميمي، وهناك أيضا ياتي مطفي مبارك بن حمد بالقرين العامري. يا سلام الشوط وين، الشوط وين، الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق. من اللي وصل؟ الطبيب سعيد بن محمد بن مبارك آلخ يلي، وأيضا المجازف بدأ يتقدم بهذا الانطلاق محتلا مع المركز العاشر بتقدم ممتاز وبانطلاق ومسار لهذا الشوط. المنعطف الأخير، وغازي ما زال المسيطر، غازي ما زال المنطلق منذ انطلاق الشوط، وهو مسيطر لهذا المركز المطلوب، لهذا المركز الرائد في عالم هذه الرياضة، ألا وهو المركز الأول. غازي، غازي مع الصدارة، غازي مع المركز الأول. كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري في مقدمة الشوط، رجل المفاجآت، يتقدم الجميع في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز من ياتي مشاهدين الكرام؟ هناك مع المركز الثاني يتقدم شديد، شديد تعود الملكية، شديد ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله. يا سلام بدأ يتقدم شديد. الناموس وين؟ الفوز وين؟ رمزياتي مشاهدين الكرام، راشد بن سعيد بن عمر الشامسي، تقدمت الأسماء. شهلول تعود الملكية مشاهدين الكرام، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي القادم والمنطلق في هذه اللحظات. هناك أيضا الصداوي محمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، وصل أيضا بن مغير العميمي يتقدم في هذه اللحظات، وهناك ينطلق مباشرة وياتينا اللي هو الطبيب سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. ولكن نعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة، بدينا نقترب من خط النهاية. وناموس هذا الشوط غازي مشاهدين الكرام، وهناك اللي هو مع الصدارة مع المقدمة، اللي غير مع البداية، هو أتى نجد نجد نجد، بدأ يغادر نجد وانطلق لناموس هذا الشوط. نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري مع مقدمة الشوط، ولكن اللي هو شديد، شديد هو شديد، ولكن ملفي، ملفي مشاهدين الكرام ينطلق بهذا التقدم وبهذا المسار وبهذا الانطلاق. يا سلام الناموس، الناموس لمن في هذا الشوط بهذا التقدم الممتاز؟ يا سلام الكل هناك، خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي، بدأ يتقدم الجميع وبدأ ينطلق مشاهدين الكرام لناموس هذا الشوط للفوز والإبداع والانتصار. بدأ يغادر بهذا التقدم الممتاز مشاهدين الكرام مع البداية والصدارة ومع مقدمة الشوط. تهانينا والناموس الخليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي على هذا الانطلاق والمسار ولحظة وصوله إلى خط النهاية، مهدي الفوز والناموس والانتصار هذا الشوط. المركز الثاني، اللي في المركز الثاني مشاهدين الكرام، نجد، نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري. المركز الثالث، هناك مشاهدين الكرام ثالث المراكز، من أتى في ثالث المراكز؟ هنا في ثالث المراكز مشاهدين الكرام اللي هو هنا غازي جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري. المركز الرابع، من وصل مشاهدين الكرام في رابع المراكز؟ الطبيب سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. والمركز الخامس، هناك مشاهدين الكرام ريبال حارب بن مغير بن سالم العميمي. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني، 12 دقيقة 48 ثانية، 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك ملفي خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني، نجد تعود ملكيته مشاهدين الكرام سالم بن بخيت بالسم المنصوري، قطع المسافة 12 دقيقة 50 ثانية 4 من الأجزاء. المركز الثالث، هناك غازي تعود الملكية مشاهدين الكرام، من قدم لنا غازي بهذا الانطلاق؟ جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري، تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمني 12 دقيقة 52 ثانية، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس.
بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام، إلى فاضل انطلاق.